صباح الخير يا ام ماما. صباح النور عليكم. ازيك؟ ان شاء الله كويسه. الله يبارك فيك. الله يخليك يا رب. تفضلي. سمع الافاضل مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير، متعكم بالصحه والعافيه، وحييكم عبر قناه النيل الازرق، واقدم لكم رحلات اليوم الاربعاء 8 سبتمبر من عام 2021 ميلاديه. فلاي ناس الدمام رحله رقم 892 وصلت في تمام الساعة 7:45 صباحا، إخلاع في تمام الساعة 8:35 صباحا. الخطوط السعودية الرياض رحلة رقم 459 وصول الساعة 8:10 صباحا، إخلاع الساعة 9:40 صباحا. الخطوط السعودية جدة رحلة رقم 451 وصول الساعة 10:05 صباحا، إخلاع الساعة 11:35 صباحا. طيران السعيدة عدن رحلة رقم 537 وصول الساعة 11:15 صباحا، إقلاع الساعة 12:30 ظهرا. الخطوط القطرية الدوحة رحلة رقم 1323 وصول الساعة 11:35 صباحا، إقلاع الساعة 12:35 ظهرا. فلاينز جدة رحلة رقم 591 وصول الساعة 12:40 ظهرا، إقلاع الساعة 1:30 ظهرا. الخطوط الأثيوبية أديس أبابا رحلة رقم 344 وصول الساعة 12:20 ظهرا، الساعة 3:45 مساء. الخطوط الجوية السودانية القاهرة رحلة رقم 102 وصول الساعة 10:30 مساء، إقلاع الساعة 4 مساء. شركة طيران السعيد عدن رحلة رقم 536 إقلاع الساعة 6 مساء. طيران الإمارات دبي رحلة رقم 733 وصول الساعة 4:35 مساء، إقلاع الساعة 6:45 مساء. مصر طيران القاهرة رحلة رقم 855 وصول الساعة 6:30 مساء، إقلاع الساعة 7:30 مساء. فلاي دبي من دبي رحلة رقم 631 وصول الساعة 9:45 مساء، إقلاع الساعة 10:45 مساء. الخطوط التركية إسطنبول رحلة رقم 680 وصول الساعة 11:25 مساء، إقلاع الساعة 12:25 صباحا. الشركة العربية للطيران الشارقة رحلة رقم 667 وصول الساعة 12:25 صباحا، إقلاع الساعة 1:10 صباحا. الخطوط القطرية الدوحة رحلة رقم 1331 وصول الساعة 10:55 مساء، إقلاع الساعة 1:35 صباحا. الخطوط السعودية جدة رحلة رقم 453 وصول الساعة 1 صباحا، إقلاع الساعة 2:30 صباحا. مصر طيران القاهرة رحلة رقم 853 وصول الساعة 2:15 صباحا، إقلاع الساعة 3:15 صباحا. الخطوط الأثيوبية أديس أبابا رحلة رقم 342 وصول الساعة 2:20 صباحا، إقلاع الساعة 3:30 صباحا. فلاي ناصر الرياض رحلة رقم 293 وصول الساعة 5:40 صباحا، إخلاع الساعة 6:35 صباحا. الخطوط السعودية الرياض رحلة رقم 459 وصول الساعة 8:10 صباحا، إخلاع الساعة 9:40 صباحا. الخطوط اليمنية عدن رحلة رقم 632 وصول الساعة 9 صباحا، إخلاع الساعة 10 صباحا. فلاي دبي من دبي رحلة رقم 633 وصول الساعة 9:15 صباحا، إخلاع الساعة 10:15 صباحا. رحلات تاركو وبدر للطيران. تاركو للطيران جدة رحلة رقم 2002 وصول الساعة 9:30 صباحا، تاركو للطيران الكويت رحلة رقم 231 وصول الساعة 7 صباحا، بدر للطيران عن تبد الرياض رحلة رقم 710 وصول الساعة 8:50 صباحا، أقلع في تمام الساعة 7 صباحا. بدر للطيران جوبا ملكار رحلة رقم 636 وصول الساعة 6 مساء، بدر للطيران كانو رحلة رقم 650 وصول الساعة 4 مساء، بدر للطيران الجنينة رحلة رقم 640 وصول الساعة 1 ظهرا، بدر للطيران القاهرة رحلة رقم 160 وصول الساعة 3:30 ظهرا، إقلاع الساعة 9 صباحا. بدر للطيران جدة رحلة رقم 662 وصول الساعة 1 ظهرا، إقلاع الساعة 9 صباحا. بدر للطيران جدة رحلة رقم 604 وصول الساعة 4:50 مساء، إقلاع الساعة 10 صباحا. تركوا للطيران نيروبي جدة رحلة رقم 310 وصول الساعة 10:40 مساء، إقلاع الساعة 11 صباحا. بدر للطيران الرياض رحلة رقم 6670 وصول الساعة 8:50 مساء، إقلاع الساعة 2:30 ظهرا.
تركوا للطيران جدة رحلة رقم 2204 وصول الساعة 7 مساء إطلاع الساعة 3 ظهرا، تركوا للطيران الدوحة رحلة رقم 234 وصول الساعة 1 صباحا إطلاع الساعة 4 مساء، بدري للطيران جدة رحلة رقم 6660 وصول الساعة 8:30 مساء إطلاع الساعة 4 مساء، بدري للطيران إسطنبول رحلة رقم 690 وصول الساعة 8:30 صباحا إطلاع الساعة 5 مساء، بدري للطيران القاهرة رحلة رقم 684 وصول الساعة 1 صباحا إطلاع الساعة 6:30 مساء، بدري للطيران الرياض رحلة رقم 6672 وصول الساعة 1:20 صباحا إطلاع الساعة 7 مساء، تركوا للطيران الدمام رحلة رقم 2208 وصول الساعة 3:30 صباحا إطلاع الساعة 7:30 مساء، تركوا للطيران القاهرة رحلة رقم 112 وصول الساعة 2:30 صباحا إطلاع الساعة 8:30 مساء، بدري للطيران دبي رحلة رقم 200 وصول الساعة 8 صباحا إطلاع الساعة 10:30 مساء، بدري للطيران جدة رحلة رقم 6664 وصول الساعة 1:20 صباحا إطلاع الساعة 8:50 مساء، تركوا للطيران جدة 2200 إطلاع الساعة 5:30 صباحا، تركوا للطيران جبعة أنتبي رحلة رقم 380 إطلاع الساعة 5:30 صباحا، تركوا للطيران الرياض 2216 إطلاع الساعة 6:10، تركوا للطيران أسمرة رحلة رقم 214 إطلاع الساعة 7 صباحا، بدري للطيران الدوحة رحلة رقم 680 إطلاع الساعة 7:30 صباحا، بدري للطيران القاهرة رحلة رقم 160 إطلاع الساعة 9 صباحا، بدري للطيران جدة رحلة رقم 662 إطلاع الساعة 9 صباحا، صنير جوبا رحلة رقم 300 إطلاع الساعة 10 صباحا، بدري للطيران أبو ظبي رحلة رقم 626 إطلاع الساعة 10:50 صباحا. السفريات الداخلية، تركوا للطيران الجنينة وصول الساعة 12 ظهرا، بدري للطيران نيالة وصول الساعة 1:30 ظهرا إقلاع الساعة 9 صباحا، بدري للطيران بورسودان إقلاع الساعة 10 صباحا وصول الساعة 4:50 مساء، تركوا للطيران الفاشر إقلاع الساعة 1 ظهرا وصول الساعة 4:30 مساء. أشكركم على حسن الاستماع وكرم المتابعة، شكرا جزيلا. شكرا أمامة، تحياتي.